بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نكمل في الجزء الجديد معانا البلاطات الهولو بلوك. السبع فيديوهات اللي فاتوا كان فيهم شرح السوليد سلاب الوان واي والتو واي والديزاين بتاعها نتيجه البيننج والتشيك ديفليكشن، وعندك ديزاين الكاميرات الحامله ليها الوان واي والتو واي، وعرفنا ازاي نعمل لود ديستريبيوشن على الكاميرات اللي هي شايله البلاطات التو واي، وصممناها برضو نتيجه البيننج والتشيك شير بتاعها. الكلام ده كله موجود في اول سبع فيديوهات، ممكن تشوفهم موجودين في البلاي ليست برضو اللي احنا شغالين عليها دي مترتبين. النهارده هيبقى معانا الفيديو رقم 8، هنبدا نتكلم في الجزء الجديد اللي هي الهولو بلوك سلاب، بلاطات الهوردي او البلاطات الهولو بلوك. تمام، الفكره بتاعت البلاطات الهولو بلوك دي انا بستخدمها لما المساحات بتبدا تكبر معايا ويبقى عندك السوليد سلاب والفلات سلاب. لو انت هتستخدمه هيبقى عندك مفيش جدوى اقتصادية، فبتبدأ تلجأ لنظام الهولو بلوك سلاب. يعني مثلا لو عندي بلاطة 10 × 10، 9 × 10، 8 × 9، الكلام ده كله ممكن تشتغله هولو بلوك، هيبقى احمالها اخف. طب ليه احمالها اخف من انك تشتغلها بلاطات مصمتة؟ لان البلاطات المصمتة هيبقى كلها 100% خرسانة و 100% كونكريت. اما فكرة الهولو بلوك سلاب انه قال لك بيستعيد عن الخرسانة من 30 مثلا ل 40% منها، بنستخدمها فيها البلوك، والبلوك ده بيكون كثافته اقل من الخرسانة، فبالتالي بيديك اون ويت اقل من انك تشتغلها بلاطات مصمتة، وبيبقى عندك مثلا 60 أو 70% اللي باقيين دولت بيبقوا الكونكريت. فدي فكرة الهولو بلوك باختصار، ان هو انت البلاطات عندك لما بتبقى البحور بتزيد فبتلاقي الديفليكشن بدأ يزيد معاك. طب اللي بيقاوم الديفليكشن ايه معانا؟ الحاجة الافكتيف معانا في مقاومة الديفليكشن هي عمق البلاطة او التي اس. فالتي اس دي كل ما هتكبر في البلاطات المصمتة كل ما الاون ويت هيبدأ يكبر معاك، وكل ما الاون ويت يكبر يبقى الاحمال بتزيد، والاحمال لما هتزيد هتلاقي عندك دلوقتي التسليح بتاع البلاطات بقى كتير، التسليح الاعمدة، الاواعي كمان هتتأثر، فبتبدأ تخش معاك ان الموضوع ما عادش فيه اقتصادية. فبنلجأ نستخدم الهولو بلوك سلاب علشان زي ما قلت لك ان انت بيبقى حوالي من 30 ل 40% منها، من تقريبا التلت بتاع السقف بتلاقيه موجود من البلوك مش من الخرسانة، فبتلاقي الاور ويت بتاعك بقى قليل، وبالتالي تبدا الاحمال تخف معاك. فهيبقى انت في نفس الوقت استخدمت سمكه كبيره، بس في نفس الوقت برضو حافظت على موضوع الاقتصاديه. طيب فاحنا النهارده هنتكلم ايه البلاطات الهولو بلوك ديت، ليها كذا نوع. اول نوع هو الوان واي، نفس الكلام وان واي وتو واي وكانتيليفر. تمام، بلاطات الوان واي دي بتبقى عندك البحور تقريبا بتبقى من 4 ل 7 متر، وبتبقى عندك البلاطة بالشكل ده، بتبدأ ترص بلوكاتك كده، ويبقى عندك كده ساعتها الحمل متجه في الاتجاه ده. التو واي بتبدأ ترص بلاطاتك بالشكل اللي هو رايح جاي، اعصاب رايح جاي. الكانتليفر عادي بلاطة موجودة معانا كانتليفر وان واي، وبنبدأ نسلحها شوية، بيبقى عندك الاعصاب مرصوصة كده. تمام، دي الانواع اللي معانا، هنقسمهم على كذا فيديو، ونحاول برضو نخلي الفيديو ميبقاش مدته طويل عشان نعرف نرفعه، وفي نفس الوقت انت ما تسرحش مننا واحنا شغالين. فاحنا هنبدا نتكلم في اول جزئيه اللي هي تبقى الوان واي. فانا هبدا معاك النهارده بالوان واي هولو بلوك. طيب الوان واي هولو بلوك دي لو جيت اخد فيها قطاع عشان يبقى احنا عارفين الرموز اللي احنا هنبدا نشتغل بيها، ده بيعبر عن ايه وده بيعبر عن ايه. لو انا جيت خدت ده معايا، ده الجسر مثلا الكاميرا اللي جنبي او الكاميرا الساقطه اللي هتبقى شايلانا. تمام، الجزء ده هوصله البارت، وبعد كده ببدا اخد بلوكه، ده هو العصب، اخد بلوكه تانية، ده هو العصب، واخد بلوكه تانية، وهكذا. دي هي البلوك. تمام، ده البلوك، دي بالنسبه لي هي البي بتاعت البيم. تمام، العمق ده كله هو التي بيم، لكن العمق ده هو التي بتاع الهولو بلوك. تمام، اللي هو التي الكليه بتاعه الكاميرا بتاعه البلاطات الهوردي. طب التي اللي هنا دي الفلانج الصغيره دي بنسميها تي اس، دي البلاطه السوليد اللي احنا بنشتغل عليها، بتبقى فوق الاعصاب. البي الصغيره دي بنسميها البي نوت او البي ريب. عندك المسافه بتاعه البلوك دي بتبقى ايه، البلوكات اللي احنا بنشتغل بيها دي، انا بيبقى عندي بلوك جاي معايا بالشكل ده، بتلاقي ان البلوك ده طوله من هنا 40 سنتي، طوله من هنا 20 سنتي، والارتفاع ده، دي الابعاد الستاندرد اللي انت بتشتغل بيها في الموقع. يعني في معظم الشغل هتلاقي دي الابعاد الستاندرد اللي عندك. الفوم بيجي الواح كبيرة كده،
وانت بتبدأ تقص منها. اما البلوكات هتلاقيها جاية معاك بالابعاد دي، الارتفاعات الموجودة تقريبا 15 و20 و25. طب يا هندسة، لو انت جيت في يوم من الايام احتاجت مثلا السماكة اكبر من دي، ممكن تستخدم ساعتها 2 بلوكة مثلا من الموضوع ده، وتنوع، ممكن بلوكة 15 مع 21، 2 15 وهكذا. يعني مثلا لو انا كانت عندي سمك البلاطة 37، تمام، 37 دي لو جيت اشوف ال 25 دي عمرها جاي شغال معايا، واحط 8 سنتي مثلا بلاطة، فهتجيب معاك مثلا 32 33. فهتلاقي عشان توصل معاك لل 37 هتلاقي نفسك زودت في تخانة البلاطة دي، وانا زي ما قلت لك انا بحاول اقلل الجزء الخرساني فيها. فبدل ما ازود الثيكنس ده، لا انا ممكن اروح اصعيد ببلوكه، يبقى عندي بلوكتين 15 يدوني 30، وراح احط 7 سنتي بلاطة الصلب. ممكن تستخدم بلوك 15 وصفي في الليلين 15، يعني حسب ما انت هتبقى عايز، بس انا بقول لك يعني ممكن تشتغل حاجات زي كده. طيب لو انا جيت خدت الشريحه اللي احنا هنبقى نشتغل عليها بعد كده وهنشوفها قدام دي، بنسميها اس، والاس دي بتبقى من نص البلوك، من سنتر البلوك ده لسنتر البلوك ده، احنا قلنا ان المسافه دي اي، فلما اخد من السنتر تبقى اي على 2، ودي اي على 2، واجمع عليهم البي بتاعه العصب، فتلاقي ان الاس طالع معاك اي زائد البي. خلي بالك ده هيبقى عرض الشريحه اللي احنا شغالين عليه، خليك فاكر الرقم ده كويس. طيب انا كده تقريبا كل الترمات معايا، الارتفاع اللي هنا ده هو ارتفاع البلوكات اتش بلوك. طيب الكود قال لك فيه شويه كونديشن كده، ان انت عندك ان الاي بتبقى اقل من او يساوي 700 الملي متر، الاي دي اللي هي طول البلوك، والبي اللي هو عرض العصب بيبقى اكبر من او يساوي 100 ملي متر او تي على 3. التي دي هي عمق، اللي هو عمق التي الكليه بتاعه الهولو بلوك، تمام. طيب الحاجه اللي باقيه معانا سمك البلاطه، التي اس قال لك بتبقى اكبر من او يساوي يا 50 ملي اللي هي 5 سنتي، او الاي على 10. فهتيجي تلاقي الاي مثلا ب 40، 40 على 10 يعني 4 سنتي يا 5 سنتي، بس احنا طبعا الكلام ده صعب انك تنفذه او تصبه، فبناخد التي اس دي من 7 ل 8 سنتي في الشغل بتاعنا. وزي ما قلت لك انا بشرحلكش شغل كليه، انك بتسمع معاك مساله فهتحلها، فهتروح تحط البلاطه ب 5 سنتي. احنا بنتكلم على شغل عملي، ان انت في شغال في مكتب وهيجي لك بلاطات زي دي وعايز تشيك عليها مانوال، او تبقى عارف المانوال بتاعها بحيث تبقى تبرمجه مثلا على شيت اكسل. فانت البلاطات عشان تبقى الموضوع عملي معاك، هتشتغل البلاطات اللي هي السوليد اللي فوق الهورد دي من 7 ل 8 سنتي، تمام. طب البلاطات دي اكيد اي زي اي حاجه في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. البلاطات دي من المميزات بتاعتها ان احنا قلنا انها اقتصاديه في البحور الكبيره عن البلاطات المصمطه، لان زي ما قلت لك التي اس بتبقى كبيره، بس انا بستعيد عن جزء من الخرسانه باستخدام البلوك، في البلوك او الفلين الحاجات دي بتبقى كثافتها، يعني الفلين ده مهمل الوزن، اما البلوك بيبقى كثافته اقل من الخرسانه. فكل الكلام ده بيحقق معاك ان انت بيرون ويت صغير، فبالتالي الاحمال بتبقى قليله. الحاجة التانية ان هو بيبقى عازل كويس جدا للصوت والحرارة بين الادوار، يعني ممكن بعض الملاك يكون مقسم البلان بتاعه من تحت الدور الارضي يبقى دور كامل ليه، والدور العلوي بتاعه يبقى شقتين، بحيث يبقى هو مثلا هيسكن في الدور الارضي والشقتين اللي فوقه هيأجر. والموضوع ده منتشر جدا هنا في الخليج، فبتلاقيه يطلب ان انت عايز تعمل له سقف الدور الارضي، تعمله له مثلا هوردي، بحيث يبقى فيه عزل في الصوت بينه وبين الناس المستاجرين اللي فوق، بحيث المستاجر لو حرك حاجه، عنده طفل بيجي على السقف بتاعه، ما يبداش ينقل لي الاصوات دي تحت. وده هتلاحظها لو انت قاعد في عماره البلاطات بتاعتها سوليد، او زي بيوت الاهالي عندنا في القرى، هتلاقي ان الموضوع ده منتشر جدا. الدور اللي فوق انت سامع تقريبا لو حد جرب تسمعه، لو حد حرك اي حاجه في عفش البيت بتسمعها. فالموضوع ده ممكن تتلافيه بانك بتحط في السقف بتاعك فلين، فالفلين ده بيعمل عزل كويس جدا للصوت بين الدورين. مشكله الفلين بس في ان هو قابل للاشتعال، يعني في بعض الناس ما بتبقاش عايزه تستخدمه بسبب ان هو قابل للاشتعال، بس في انواع منه غير قابله للاشتعال موجوده. وطبعا بيختلف الفلين ده، بيختلف يعني انت بتطلبه بكثافات معينه، طبعا الكثافه القليله بتبقى مشكلتها في التنفيذ، والناس اللي بتنفذ برضه تبقى عارفه الكلام ده، اللي بيتكسر بسرعه معاك وانت بتحطه في السقف، فبتلاقي بدا يطلع منك حتت كده، تلاقيها اتحشرت عندك في الاعصاب او نزلت في الهيدن بيم او في الكاميرات الساقطه، فبتبقى صعب انك تنضفه. فمشكله الفلين لو كثافته قليله بيتكسر معاك وانت شغال بيه، اما اللي كثافته عاليه ده بيبقى كويس مفيش مشكله. الحاجه التانية من عيوب الفلين ان انت بيقابلك مشكله الياسه، عشان تبدا تليس لازم تشتغل ب 2 سم شبكه حديد تحتها كده عشان تقدر تعمل الياسه،
ممكن بقى لو الملك هيشتغل مثلا بسقف معلق او جبسون بورد مش هيريس مثلا على البلاط على طول، فلا ده ممكن عادي مش هيبقى فارق معاك ساعتها موضوع الياس. فهي بتفرق من مالك لمالك او حسب نظام الشغل اللي انت هتشتغل بيه، بس انا بدردش معاك برضو بحيث يبقى انت عارف ده ايه ليه، يعني ده ايه فايدته وده مميزاته وده عيوبه. تمام. برضو من عيوب البلاطات الهوردي انك ما تعرفش تستخدمها في الاحمال الحيه العاليه او الاحمال اللي عندك لما يبقى مثلا كباري او خزانات او جراشات، الحاجات دي احمالها بتبقى عاليه جدا فما تعرفش تستخدم فيها البلاطات الهوردي. الحاجه الثالثه ان البلاطات الهوردي زي ما قلت لك في القطاع من شويه كنا واخدين احنا القطاع بالشكل ده لو انت فاكر، ده كان العصب وده البلوك، قلنا ان البلاطه اللي فوق دي اللي تي اس بتاعها من 7 ل 8 سنتي، ومن 7 ل 8 سنتي دي بتبقى سمكها صغير جدا. فانت لو هتصب مثلا بلاطه اخر دور وانت مش هتعزل السقف كويس نتيجه الامطار والكلام ده، هيبدا يحصل عندك تسريب ويبدا بعد كده التسريب ده يوصل للحديد بسهوله جدا، لان عندك بالخرسانه بينها وبين مفيش من 7 ل 8 سنتي، سمك صغير جدا. فعلشان كده البلاطه الاخيره لو انت هتستخدم فيها بلاطات الهوردي تاكد ان انت هتعمل عزل كويس للسطح، علشان نفس السبب ده ما بنستخدمهاش في موضوع الحمامات. يعني انت لما بتبقى شغال في المخطط وعندك حمام بتفصل الحمام ده بهيدن بيم وتبدا تهبطه لوحده ويتعمل بلاطه سوليد سلاب فرش وغطي، ما يتعملش هوردي. تمام. عشان موضوع الصرف. فده باختصار بعض الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن البلاطات الهوردي. طيب لو احنا بقى عايزين نصمم البلاطه دي، الستيب نظام بتاعتي، اول حاجه لما اجي اصمم البلاطه زي ما قلت قبل كده في الصوره سلاب، ان انا بروح اعرف ان انا هعمل الشوز للبلاطه، عايز اعمل سمك البلاطه اللي عندي هيبقى كام. اول حاجه عايز اعرف هي سمك البلاطه. بعد ما بجيب سمك البلاطه بروح احسب الاحمال اللي جايه من البلاطه على الاعصاب. وده بنسميه ال W rib. تالت حاجة بروح اخد شريحة، والشريحة دي قلنا ان هي بتبقى عبارة عن هتبقى متر في اس، هنشوفها دلوقتي، وابدأ احسب من الشريحة دي البندنج مومنت بتاعها والشير فورس اللي هو بتعمل السترينج اكشن اللي عندك على القطاع ده. رقم 4 اروح اصمم القطاع ده او العصب ده نتيجة البندنج مومنت ديوتو بندنج مومنت. رقم 5 هتروح تعمل تشيك للجزء بتاع السوليد بارت، والسوليد بارت ده بيقاوم معانا، هنستخدمه في حاجتين، ان العصب يقدر يتحمل الشير اللي عليه بالقطاع الخرساني، الكود ما قالش ان في كانت هتقاوم شير في حاله البلاطات الهوردي، لا انت هتعتمد على القطاع على الجزء الخرساني فقط. والحاجه الثانيه هي العزم النجده. تمام. وده برضه هنشوفه لما نيجي نشتغل في التشيك سوليد بارت. هي ببساطه برضو ان انت لما يبقى عندك العزم نيجاتيف يعني من تحت لفوق، وانا كان عندي القطاع بالشكل ده، فلاقي ان القطاع بيبدا يقلب معاك ريكتانجل سيكشن، وانت عندك اصلا ان القانون بتاع العزم 67% اف سي يو على جاما سي في البي في الاي، دي كانت الفرصة اللي عندك السبيسيف اريا مضروبه في ذراع العزم في دي ناقص ايه على الاثنين، طريقه الفيرست برنسبل. الكلام ده برضو اتكلمنا عنه في ستوري سكاب، بس لما تيجي تشوف البي اللي هنا هتلاقي ان البي اللي عندك اللي هنا البي الصغيره دي. تمام. فعشان كده العزم السالب برضو تروح تشيك ان العصب اللي العزم السالب ده هو هيقدر يتحمله، وفي نفس الوقت القطاع الخرساني اللي عندك يقدر يتحمل الشير الواقع عليه لانك مش هتستخدم كنات. الكلام ده هنشوفه لما نيجي الخطوه بتاعت التشيك سوليد بارت، ودي هنخليها في فيديو لوحدها. فهنبدا اول حاجه معانا هي ان انا عايز اعرف التخان. فتخانه البلاطه هتيجي معاك نفس الكلام، هل هي البلاطه اللي عندك هي سيمبل ولا مستمره من جهه ولا مستمره من جهتين، ولا السيستم اللي عندك ده كانتليفر. لو كانت مستمره لو كانت سيمبل بتاخد ال على 20، والارقام دي تبقى للكود الجديد، ال على 23، ال على 24 لو مستمره من ناحيتين، وال كانتليفر على 8. طبعا الكلام ده بإجهاد حديد 420. طب لو انا هشتغل بإجهاد حديد 400 او 350، بتروح تحسب معامل فاكتور كده قيمته 4 من 10 زائد الاف ييلد اللي عندك على 700. فلو هي ب 400 هتلاقي الرقم ده طلع ب 97 من 100، ولو هي ب 350 هتلاقي الرقم ده طلع ب 9 من 10.
باخد الرقم ده واضربه، يعني مثلا لو انا كانت عندي البلاطة مستمرة من جهة واحدة، فهقول ال على 23 واروح اضربها في 97%، لو انا انجاز الحديد اللي عندي 400، وكذلك بقى بالنسبة للحديد 350. تمام، مجرد ما بطلع التي من هنا، التي دي بتبقى مقسومة لحاجتين زي ما قلنا في القطاع قبل كده، ان التي الكلية دي تبقى عبارة عن الاتش اللي هو ارتفاع البلوك زائد التي اس اللي هو سمك البلاط السوليد اللي فوق الاعصاب. تمام، والاتش دي احنا قلنا الستاندرد اللي في السوق اللي عندنا هي 15 و20 و25، والتي اس انا قلت لك هتاخدها من 7 ل 8 سنتي، ده اللي هو الشغل اللي هو في الموقع عشان تعرف تنفذها. 5 سنتي دي هتبقى صعبة جدا يعني. بس فانا يبقى كده مجرد ما بجيب التي بطلع منها الاتش والتي اس، يبقى انا كده خلاص ابعاد البلوك ابعاد البلاطه بقت معايا. هبدا بعد كده ادخل على النقطه اللي بعدها وهي حساب الاحمال اللي هو بنسميه الدبليو ريب، احمال اللي على العصب. انا لما يبقى عندي البلاطه بالشكل ده ومثلا بدا يرص البلوكات وكده، الجزء ده بيبقى السوليد بارت وده هنتكلم عنه بعد كده. البلوكات هيرصها معاك بالشكل ده، ده اللي هي الاي اللي هي 40 سنتي طول البلوك يعني، ده برضو هكذا. انا لما اجي اصمم انا عايز اصمم العصب ده، عايز اصمم العصب اللي هو ماشي ما بينهم ده، ده التسليح اللي عندي. فببدا اخد الشريحه بتاعتي من سنتر البلوك هنا سنتر البلوك هنا، وقلت ان المسافة دي بتساوي اس، وقلت ان الاس دي بتساوي الاي زائد البي، لان دي اي على 2 ودي اي على 2. فباخد شريحة عرضها اس والطول بتاعها هيبقى مثلا من هنا لهنا، ده كده 1 متر. فلما اجي ارسم الشريحة اللي انا خدتها بالشكل ده هلاقي ان هنا الشريحة دي 1 متر والطول ده في اس، يبقى انا الاريا اللي انا شغال عليها هي 1 متر في اس، واس دي اللي هي الاي زائد البي. تمام، طيب لو انا جيت خدت شريحه في يعني احنا في الشغل الستاندرد اللي عندنا عشان هنحتاج الكلام ده لما نيجي نحسب الاحمال، انا عايز اعرف دلوقتي لما اجي اخد شريحه طولها متر وعرض اس 1 2 3 4 5، ده كان العصب، قلنا الطول ده هو 1 متر والمسافة دي هي الاس اللي هي اي على 2 واي على 2 زائد البي. لو انت عايز تاخد عدد البلوكات في الشريحة دي اللي انت هتشتغل بيها، هتلاقي ان من هنا 1 2 3 4 5، دول 5 تنصاص ودول 5 تنصاص، فيبقى معاك كام؟ ده 2.5 يمين و2.5 شمال، يبقى انا عندي 5 بلوكات. او بطريقة تانية ان انا باخد ال1 متر واروح اقسمه على البعد ده، البعد ده اللي هو الايه اللي احنا قلناه قبل كده في البلوك، فالايه ده بالستاندرد الموجود في السوق بتلاقيها حوالي 20 سنتي، يعني تروح تقسم 1 على 2 من 10 هيطلع معاك 5، ويبقى ده هو النمبر بتاع البلوكات. طب انا هحتاج ده في ايه؟ هحتاج ان انا اقدر اجيب منه وزن البلوكات في الشريحة اللي انا شغال بيها دي. تمام، طيب لما اجي اشوف القطاع اللي زي اللي احنا كنا شغالين فيه من شويه دلوقتي، لو انا عايز اشوف العصب ده، العصب ده بيبقى شايل ايه؟ العصب ده بيبقى شايل الاحمال اللي جايه من البلاطه اللي هي السبعة سنتي اللي هي فوق الاعصاب، باللايف لود بالفلور كفر بتاعها، وبيشيل نفسه الاوون ويت وبيشيل البلوك، كل ده العصب بيبقى شايل. طب السلابه بتبقى، السلابه هتبقى ايه؟ السلابه نفس القانون، تي اس جاما كونكريت زائد فلور كفر، الكلام ده مضروب في 1.4 زائد 1.6 اللايف لود، بلاطه سوليد عاديه نفس الحسبه بتاعت الاوبن ويت بتاعها، بس هتضرب الاحمال بتاعت البلاطه دي في الاريا، لان الشريحه اللي انا واخدها هنا هي اريا بتاعتها اس في 1 متر، فالاريا دي بتساوي ايه؟ الاريا دي اللي هي الاس، لا اس في 1، فتطلع معاك باس. طب الاون ويت ده بيساوي ايه؟ الاون ويت ده بيساوي جاما كونكريت جاما الخرسانة مضروبة في البي رب مضروبة في الاتش بلوك او الارتفاع البلوك اللي معاك مضروبة في 1.4 عشان احول لالتيميت مضروبة في طول
طول الرب عندك هنا هو 1 متر، فممكن تخليه بواحد. البلوك هاخد وزن البلوك تمام بالوحدات اللي انت هتبقى شغال بيها مضروبة في عدد البلوكات. جميل. لو جيت تشوف الوحدات، الوحدات اللي هنا دي هتبقى طالعة بالطن على المتر المربع، فعلشان احولها عشان تطلع معاك طن على المتر ده هتروح تضرب في اريا. نفس الكلام هنا هتلاقي ده الطن على المتر المكعب، فهتلاقي مضروب في 1 2 3 في متر اس 3، فتلاقي نفس الكلام برضه طالع معاك طن على المساحة اللي عندك. ده نفس الكلام الدبليو بلوك ده بيبقى وزن بلوك عادي، هل هي 10 كيلو 8 كيلو ايا كان، وتروح تضربها في عددها، فتلاقي ان الوحدات هنا كلها خلاص بقت تقريبا كلها واحد. علشان كده الرقم الترم ده كان لازم ينضرب في اريا، والترم ده كان لازم ينضرب في طول، ينضرب في طول تمام عشان تبقى الوحدات عندك متشابهة. طيب الكلام ده لو احنا جينا ناخد مثال عليه، لو حبينا ناخد مثال عشان يبقى الموضوع اسهل، لو انا عندي البلوكة دي الاي بتاعها 4 من 10 والايه ب2 من 10 متر، فلور كوفر اللي عندك ب15 من 100، اللايف لود ب2 من 10 طن على المتر المربع، ارتفاع البلوك اللي انا هشتغل بيه هو 2 من 10 متر، التي اس هشتغلها هتبقى 7 من 100 متر اي لا 7 سنتي، ووزن البلوكات اللي انا هشتغل بيه هو 10 كيلو جرام تمام، والبي بتاعة العصب هتبقى ب1 من 10 متر اللي هي 10 سنتي. لو انا عايز احسب ال دبليو ريب، قلت ان القانون بتاعها بيبقى 1 و4 تي اس جاما كونكريت زائد الفلور كفر زائد 1 و6 اللايف لود، الكلام ده كله مضروب في اريا اللي هي الاس زائد وزن العصب الذاتي، 1 و4 في جاما كونكريت في البي بتاعة العصب في الاتش، في طول العصب كان ب1 متر، الكلام ده هيبقى زائد 1 و4 من 10 ال W بلوك اللي عندك في عدد البلوكات. ال TS دي بتبقى ب7 من 100، الجاما كونكريت ب2.5، الفلور كفر 15 من 100، اللايف لود ب2 من 10، ال S هي عبارة عن E زائد ال B، 4 من 10 زائد 1 من 10 تبقى 5 من 10، الجاما كونكريت هي ب2.5، ال B هي ب1 من 10، ال H هي 2 من 10 H بلوك مضروبة في 1 متر، ال W بلوك اللي عندك هي 10 كيلو، راح أقسم على 1000 عشان أحولها للطن. عدد البلوكات اللي عندك متر على الايه اللي هو 1 على 2 من 10، تطلع معاك ب5، هتلاقي ان كل الكلام ده طالع معاك في الاخر ب51 من 100 طن مقسومة على الشريحة اللي انا شغال بيه متر في اس. فساعتها هتروح تقوم رايح جاي حاطط ده طول العصب، ده عندك ال دبليو ريب طالع معاك ب51 من 100، ممكن ساعتها خلاص ده بيقول لي سكور على 8، وكده انا جبت المومنت اللي ايه اللي على القطاع ورسمت له البندنج مومنت. مجرد خلاص ما بقى معايا الام التيميت انا عرفت اجيبها، اروح ادخل على طول على الدي بتساوي سي 1 جذر الام التيميت، هضربها في 10 اس 7 على الاف سي يو في البي، هنضرب في 10 اس 7 لان انا شغال بوحدات الطن متر، لو كيلو نيوتن في المتر تضرب في 10 اس 6. الدي دي هي عبارة عن التي الكلية بتاعت البلاط الهولو بلوك، مطروح منها 40 مليمتر اللي هو الكفر. السي وان دي مجهول، الام التيمت انا طلعته، الاف سي يو ديت مثلا ممكن تبقى 25 ميجا باسكال، والبي هنا هي الاس اللي هي بتساوي 500 مليمتر اللي هي كانت 5 من 10 متر تمام. هتلاقي من هنا السي وان طالعة معاك، هتروح تجيب الجي من الشارت زي ما اشتغلنا قبل كده في البلاطات السوليد والكاميرات، فهروح اقول له ان الاريا ستيل هيساوي ام التيميت مضروبة برضو في 10 اس 7 على الاف ييلد اللي عندك في الجي اللي انا جبتها في الدي اللي انا لسه حاسبها. هلاقي ان الاريا ستيل طلعت من هنا، اروح اقسمها معلش بس الموبايل وقع، هروح اقسمها على الاريا فاي اللي انا شغال بيها، سواء بقى كنت شغال قطر 12 او قطر 14 تمام. انت لو مش حافظها يعني القطر ال 12 بيدي لك مساحة 113، وال 14 بيدي لك 153، وال 16 بيديك 201. لو انت مش حافظ الكلام ده ممكن تضرب 3 و 14 من 100 في القطر اللي هو 12 تربيع على ال 4 اللي هي باي دي تربيع على 4، هديك الارقام دي. طلعت الكلام ده من هنا، راح اقول له تستخدم 2 كذا، ويفضل انك ما تخليش
التسليح بتاع العصب يزيد عن سيخين، عشان هي اصلا هي 10 سنتي، يعني هي كلها 10 سنتي، فحاول تبقى الموضوع برضو ايه عشان تعرف تصبها. بعد ما تخلص التسليح ده بتروح تعمل بقى تشيك ان التسليح اللي عندك ده هو اكبر من الاريا ستيل مينيمم. طب الاريا ستيل مينيمم دي ايه؟ هي هيها نفس بتاع الكاميرات، ان انا بروح احسب النيو مينيمم واجيب النيو مينيمم في البي في الدي، واروح اعمل اقارنها بال 15% على 100 في البي في الدي، حسبة الاريا ستيل مينيمم دي، وتروح تاخد الرقم القليل منهم. الكلام ده هتلاقيه موجود في شرح الكاميرات بالتفصيل، عشان بس ما نعيدش نفس الكلام ونطول مدة الفيديو. ده كده بالنسبة لجزئية التصميم بتاعة الأعصاب، وإن شاء الله بأمرك يا رب هيبقى فيه شيت إكسل هنحاول نخليه لما يبقى عندك البلاطة سيمبل، ولما يبقى عندك البلاطة مستمرة تبدأ بس تدخله أنت شوية معطيات، هو يبدأ يحسب لك بقى هو الدبليو ريب بكام، ويحسب ويرسم لك المومنت والعزم، ويطلع لك كمان التسليح بتاع السكاشن اللي عندك كلها. إن شاء الله هيبقى فيه شيت إكسل بالكلام ده، أول ما يخلص هنزله بإذن الله. بس ان شاء الله الفيديو الجاي نشتغل على التشيك سوليد بارت، والفيديو التالت ناخد بقى مثال من اي تو زد، يعني مثال من اول ما ناخد ازاي نحسب حمل العصب لحد التصميم بالارقام بالتسليح، نطلع كل الكلام ده بايدينا، ونبدا نعرف ازاي برضو نعمل التشيك على السوليد بارت بالارقام برضو، سواء كان هنستخدم هنحسبه او هنستخدم المينيمم بتاعه. بس شكرا والسلام عليكم.